أنا كنت عايزك في كلمتين يا أب. مش وقته. أبو راي، قوم يا سيدي المعلمين. اليومين دول في حركة تنقلات في البوليس، ولسه ما وصلتنيش الأسامي. نريح الوقت حبتين لحد ما تبان الرؤية. طيب والبضاعة اللي عندنا؟ هنوزع برضو بس على خفيف، والسعر هيغلى. والتجار؟ كلمتي زي السيف، بلغ التجار شروطي الجديدة. اللي فاصل هنقطع رجله بالبطنية. واجب يا سيدي المعلمين. طب هنتصرف ازاي يابا؟ ده وانا جاي من اول البطنية شايف الحكومة نمل بيجري. ودي عايزة مفهومية، ما المعلم قال لك ان في حركة تنقلات في البوليس. طب هنطلع البضاعة ازاي عشان نوزعها؟ برعي. نعمين يا سيدي المعلمين. قرب عليا شوي. أؤمر يا سيدي المعلمين. بيع في حياتك، شايع الجنازة. سعيكم مشكور. الباقي في حياتك يا معلم، كلنا لها. انتم السابقون ونحن اللاحقون. عاوز تقول ايه؟ عايز اقول بعد اذنك يعني يابا وشورى شورتك، انا نويت اتجوز. عاوز اتجوز وردة الغزية. يابا دي بنت كويسة او بنت حلال، وانا بصراحة بقى حاسس ان دي اللي هتسعدني. ابن المعلم العقاد اتجوز غزية. بالظبط يابا، هي صحيح غزية لكن بنت شريفة قوي يابا. شريفة وتحمل منك في الحرام. أنا عاوز أخليه في الحلال. صح. متشكر أوي يابا. أنت لازم تتجوز. ربنا يخليك يابا. أنا اللي هجوزك بنفسي. طبعا يابا، ما أنت الخير والبركة، هو أنا أقدر أتصرف أي تصرف إلا بإذنك وشورتك. أنا هشتري بيك أكبر معلم في كار الأنفاس. هجوزك بنت عبد الرحمن الناعس. بس يابا دي وردة بتحبني وأنا بحبها. هعمل لك اكبر فرح ما تعملش لايها مخلوق في حي البطنيه يابا. بس هعمله لك في نادي ضباط الشرطه.